والله وإني أتكلم عن هذه الخصلة وأراني مضطرا أن أقول إن من الإيمان بالغيب الإيمان بالله. لا يحضرني الحياء غيب، لا إله إلا الله. هل الإيمان بالله غيب؟ وهل مشاهدة الله تبارك وتعالى بقلوب أصفيائه وأوليائه والصالحين غيب؟ ومتى غاب رب العالمين؟ وهذه الآثار وهذه الآيات وهذه الدلائل كلها تدل على وجوده، تدل على وحدانيته، تدل على ألوهيته، تدل على تفرده بخلقه سبحانه جل جلاله. صحيح أن لا نرى الله سبحانه وتعالى وهو يرانا، ولكن هل تمر بنا لحظة ونحن لا نشهده بقلوبنا؟ الله ربي وربك، خالق هذا الكون كله، مخرجه من ظلمة العدم إلى نور الوجود بقدرته، الذي خلق كل شيء وهو غني عنه، خلق السماوات والأرض وما بينهما، ولا يحتاج إلى شيء منها وفيها، لا يحتاج إلى شيء فيها، وليس بمحتاج إلى من فيها، فهو غني عن الخلائق أجمعين.